السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء منهج الكيمياء للصف الثاني الثانوي إحنا الحمد لله الحلقة اللي فاتت كنا نهينا المنهج اه النهاردة إن شاء الله هنبدأ معنا أول حلقات المراجعة هنبدأ بأسئلة اه وردت للبرنامج على رقم الواتس اللي مع حضراتكم اه في أسئلة كتير جدا في أفكار كتير جدا هنتعرض ليها النهاردة هنحاول نترك يعني نعمل ستريس كده على معظم التريكات اللي جات على اسئله متميزه جدا شفناها هنراجع على مسائل الاكسده والاختزال ودي اتطلبت كتير جدا هنراجع على الحمضية والقاعديه وهنشتغل مع بعض على مسائل الفصل الاولاني اللي فيها مشاكل عند بعض الطلاب لان بيشتكوا دايما ان في لبس حاصل في تحديد الدوره والمجموعه واعداد الكم الاربعه هنشوف اللبس ده ان شاء الله النهارده وهنفكه كده مع بعضينا بحيث ان الدنيا كلها تبقى ماشيه تمام نبدا مع بعض على خير عندنا اول سؤال وصل لنا في البرنامج بيقول ماذا يحدث في الحالات الاتيه نشوف كده مع بعض السؤال ده بيقول ايه ماذا يحدث في الحالات الاتيه اول حاجه بيقول تعريض ترمومتر زئبقي اللي هو المستودع بتاعه لاشعه المهبط طبعا السؤال بالنسبه للطالب جديد عليه او غريب شويه ليه اللي جاب اشعه المهبط للترمومتر الزئبقي هو هنا بيدرس حاجه هنا عايز يعرفك الترمومتر ماله شغال بالحراره يعني الزئبق اللي فيه لما بيتعرض لدرجه حراره عاليه بيبدا يرتفع ويديني درجه الحراره. طب هنا بيدرس ايه؟ بيدرس ان اشعه المهبط بتاعتك لها تاثير حراري. ومعنى كده لما انت ترسم الترمومتر وتعرض المستودع بتاعه لاشعه مهبط اه هتقول لي هيرتفع الترمومتر سوري هيرتفع الزئبق داخل الترمومتر نتيجه ارتفاع درجه الحراره لان اشعه المهبط لها تاثير حراري وده كان اول سؤال. السؤال الثاني كان بيقول استبدال شريحة الذهب مرة بالألمونيوم ومرة بالرصاص. إحنا اتفقنا شريحة الذهب دي في تجربة رازرفورد كان الشكل بتاعك عامل كده عندك الليد بوكس اللي هو صندوق رصاص العنصر المشع اللي بيطلع ألفا عندك الحزام دوت المدهون بكبريتيد الزنك اللي هو ZnS. اس وكنا بنحط هنا شريحه الذهب طيب احنا اتفقنا ليه الذهب بالذات قلنا الذهب له شحنه موجبة عالية ادي واحدة تاني حاجة ارق شريحة يمكن الحصول عليها طيب دلوقتي الفا لما تخش هتبدأ يحصل لها عملية حاجة اسمها الانحراف اللي هو الديفليكشن هتيجي كده لو انا شلت الذهب وحطيت الومنيوم الالومنيوم اقل 13 الذهب اي يو 79 معنى كده ان عدد البروتونات داخل الالومنيوم اقل يعني ايه؟ يعني النواه بتاعت الالومنيوم هيبقى فيها 13 لما تيجي الفا تخش عليها هنا هتنحرف لو انا عملت دي كده قلت دي زاويه الانحراف قلت الذهب هيبقى فيه شحنات موجبه اكتر اما تيجي الفا تخش عليها هتنحرف بزاويه اكبر يبقى زاويه الانحراف في الذهب اعلى من الالومنيوم لوجود شحنه موجبه عاليه وبالتالي اذا تم استبدال شريحه الذهب بالالومنيوم فان زاويه الانحراف هتقل طيب الرصاص لا الرصاص ده لو حطيت هنا شريحه رصاص الرصاص له قدره عاليه على امتصاص اشعه الفا او جسيمات الفا وبالتالي مش هتعدي اصلا ولا هتخبط هنا هيتم امتصاصها بالكامل في شريحه الرصاص ده كان اول سؤال بالنسبه لنا النهارده في الجزئيه دي وده من ضمن الاسئله اللي وردت لنا على الرقم الواتس بتاعنا الاسئله كتير جدا استفساراتكم كتير رجاء بس منكم احنا في خدمتكم في اي وقت وانت بتبعت اسئله يبقى اسئله متميزه اسئله زي دي كده مش حد يبعت لي يقول لي العمل بتاعي اهو رجعهولي لي ما ينفعش ولا حد يقول لي اديني تعريف للذره المستقره طب ما الذره المستقره انت عندك التعريفات والحاجات اللي انت عليك شغل فيها المفروض تخليها لك انت خلينا احنا للاسئله اللي فيها فهم واللي تفيد معظم الطلاب اوكي نبدا في الجزء الثاني طب قبل ما نبدا في الجزء الثاني معانا محمد من الفيوم الو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم صوتك يا محمد ماشي طب أه بقول السؤال الجدول الجدول المقابل يوضح جهود التأيل من الخامس إلى الثالث لثلاث عناصر طيب. أنا عارف السؤال ده أي. أوكي آه السؤال دوت لو راجعت الحلقة اللي فاتت لا اللي قبلها اللي مم. هتلاقي السؤال ده بيتجاوب عنك بالتفصيل عشان بس ما وقت فيه احنا عملناه والجدول موجود هو موجود عندك في الحلقة اللي قبل دي بس أنا أجيبه لا أنا أسامح بس الحلقة اللي قبلها طيب بص يا محمد طيب آه الفكرة كلها أنا لك انت عندك الجدول محطوط كده أيوة. حلو أيوة. ومكتوب لك فيه هنا ارقام صح هنا مثلا الاول الثاني الثالث الرابع وهكذا او الخامس السادس السابع زي ما هو مكتوب لك ايوه تمام ايوه بص لي على الارقام اللي هنا دي يا محمد أيوة. هتلاقي هنا فيه ايه مثلا 5700 أيوة. او 577 ومش عارف و8 من عشر. أيوه. هنا 1200 مش عارف وكام هنا حوالي 2000 ونص كويس هنا أيوه. 11000 أيوه. دي ارقام شبيهه باللي عندك في السؤال معايا؟ ايوه لو انت قارنت بين الارقام دي يا محمد ايه اللي هتلاقيها أيوه. هتلاقيها دي متقاربه ايوه 500 هنا 1000 ألف, هنا 2000 اخبار دي ايه يا محمد؟ يبقى في ها كبيره جدا مدبر. ولا لا؟ متقاربه جدا معايا؟ ايوه يبقى اذا انت هنا عملت ايه؟ هنا عملت كسرت مستوى طاقه مكتمل بالالكترونات. ايوه. اتفقنا؟ أيوة. يبقى الثلاث الكترونات دول كانوا المستوى الخارجي بتاعك اللي هو ثلاثه. ايوه. طب ده المستوى اللي قبليه اللي فيه ثمانيه. في السؤال ده هو قايل لك العنصر بتاعك في الدوره الثالثه. ايوه. مش كده؟ أيوة. يبقى انت عندك ثلاث مستويات طاقه. الاولاني بيشيل اثنين، الثاني ثمانيه، أيوة. الثالث ثلاثه، تجمعهم يديك العدد الذري 13. لو طلب تبلغ... منك الدورة واحد اتنين مم. تلاتة الدورة الثالثة لو طلب المجموعة يبقى المجموعة 3 ايه اتفقنا؟ ايوه طب كل طلبة الفيوم واهل الفيوم باستبلغم... ماشي؟ باستبلغم... السادس والسابع والثامن في سؤال تاني؟ لو... ايوه بقى لغم... السادس والخامس والسابع الخامس والسادس والسابع والثامن حلو يعني هو فقد قبليهم اربعه يا محمد يعني الخامس والسادس والسابع يبقى والتلاتة. كده العنصر ده فيه سبع الكترونات اصلا في المدار الاخير. ايوه. يبقى بدل الثلاثه اللي في المساله هنا هتبقى سبعه. ثلاثه يبقى سبعه ايوه. فهمتني؟ هو فاقد ايه؟ هو بيقول لك خامس سادس سابع. ايوه. يبقى هو فاقد قبل كده كام؟ ثلاثه. آه، لا. آه، اربعه. ايوه. أربعة. مش هو بيديك الخامس؟ ايوه. يبقى هو فاقد قبليهم اربعه. ايوه. يبقى اذا خامس سادس سابع يبقى عدد الالكترونات في المستوى الاخير بتاعه سبعه. م. يبقى 2 8 7 يطلع 17. ايوه تمام؟ ايوه يبقى ده الكلور. حاجه تاني؟ لا شكرا. حبيبي يا حمد. لك. نرجع تاني للشكل اللي كنا هنبدا بيه، احنا دلوقتي هناخد السؤال التاني اللي جالنا كتير وبيطلب اعاده ليه. بيقول في الصيغه MOH اذا تم استبدال M بعنصر اخر الكترون مستواه الفرعي له اعداد الكم الاتيه N ب 4 و ب 0 ام ال 0 والام اس بموجب نص بيقول واضح هل هذا المركب حمضي او قاعدي طيب نمشي مع بعض واحده واحده الصيغه ام افتكرها كانت عباره عن الام موجبه مرتبطه بالO السالبه والO مرتبطه بالH الموجبه ما بين ده وما بين ده قلنا في تجاذب سميناه اي 1 ما بين ده وما بين ده تجاذب تاني بيسميناه اي2 ما بين الام والاتش قلنا فيه تنافر بالنسبه لنا اللي هو الريبالجون اوكي وكان احتمالات لو كانت الام قوه التجاذب بينها وبين الاو اعلى من الاو والاتش يعني اي1 اكبر من الاي2 يبقى اذا هتبقى الام او وهيطلع الاتش لوحده يعني الاو تقرب من الام بالشكل اللي رسمناه لك ده وافتكره كده وهتبعد عن مين؟ عن الاتش دي تنفصل معاك. يبقى اذا دي تتأين كحمض. طب لو الـ 2 أكبر من الـ 1 يعني التجاذب هنا أعلى من هنا. يبقى اذا ده اللي هيحصل فيه إيه؟ هتلاقي إن الـ M هتبقى لوحدها والـ هي اللي تخرج يبقى ionized as base أو بنسميها تتأين كقاعدة. طب لو كانوا الاثنين متساويين اتفقنا إن هيبقى متردد حسب الوسط اللي هيتحط فيه. دي احتمالاتك الثلاثة هنا السؤال ما قالش كده. هنا السؤال بيقول لك ايه؟ انا هشيل الام دي. ماشي. واحط عنصر اعداد الكم الالكتروني الاخير بالمنظر اللي قدام عينيك ده. طيب، ال -N بكام؟ باربعه، يبقى انت عندك 4. ال ال بزيرو، يبقى انت بتتكلم في الاس. الاس الام ال, -S. ال, -S ال -M بتاعتها بزيرو، ماشي. الام اس بموجب واحد يبقى هنا واحد، يبقى انت بتتكلم في 4 اس 1. الدوره كام؟ الدوره الرابعه، ما تهمنيش، انا يهمني دي. مجموعه كام؟ مجموعه 1 اي. يبقى انت هتشيل الام من هنا وهتحط احد عناصر المجموعه 1 ايه احد عناصر المجموعه 1 اي، 1 اي دي اكبر حجم ذري موجود في الجدول. بما انها اكبر حجم ذري يبقى اقل قوه جذب، يبقى التجاذب بينها وبين الاو هيبقى ضعيف. يبقى الاو تبعد عنها وتقرب لمين؟ تقرب للاتش. دي تتكسر، دي تخرج لوحدها، يبقى تتأين كقاعده. ده كان سؤال جمع ما بين الفصل الاول وجمع ما بين الفصل الثاني في سؤال واحد السؤال دوت زي ما انت شفته كده بيعتمد انت فاهم كويس قوي صفات الجدول من الداخل تدرج الخواص فيه ولا لا طيب تعالى ناخد السؤال اللي بعده السؤال بيقول رتب المركبات الاتيه حسب ايه ايه السؤال رتب ده ده السؤال ده من ضمن الاساسيات معاك في الامتحانات بيقول رتب المركبات الاتيه بتاعتك حسب اول حاجه مديك حسب قوة الحمض، مين أقوى في دول؟ حسب قوة الحمض، إيه ده؟ هي دي غير دي؟ آه طبعًا، دي أحماض أكسجينية خدناها في الحلقة الأخيرة المرة اللي فاتت. أمال دي إيه؟ لأ، دي أحماض هالوجينية. يبقى ده تتعلموا كده اسمه حمض هالوجيني. ده بيسمى حمض أكسوجيني أوكي؟ طب تعالى هنقول إيه بقى دلوقتي؟ افتكر كده. هرتبهم ازاي؟ قال لك قوه الحمض. طب هي قوه الحمض بتتقاس ازاي؟ تعالى افكرك كده مع بعض احنا الحلقه اللي فاتت بالذات من اهم الحلقات في المنهج عندك. ازاي تحسب قوه حمض؟ وازاي تحسب قوه قاعده؟ تعالى بسرعه كده نشوفها. احنا عملنا لك كده الحلقه اللي فاتت قلت لك هنا الاف هنا السي ال البي ار والاي وقلت لك اتش اف اتش سي ال اتش بي ار اتش اي قلت لك تقاس قوه الحمض بمدى سهوله خروج الاتش مين يتكسر بسهوله اتفقنا ان ده اللي بسهوله يبقى ده اقوى يبقى اذا الاتش اي اقوى من مين من الاتش بي ار اقوى من مين من الاتش سي اقوى من الاتش في سهوله خروج الاتش واضح؟ طب ده كده السؤال الاول في السؤال الثاني تقاس قوه الاحماض بعدد ذرات الاكسجين الغير مرتبطه بالهيدروجين يعني HClO4 اوكي okay. HClO4 ترسمها ازاي تقول لي Cl معاك 4 O هنا كده وتروح عامل H1 واحده يبقى كده عدد الذرات هنا غير مرتبط 3 في h 2 so 4 طلعناها ساعتها 2 في h 3 bo 4 طلعت 1 وفي اس 2 اتش 4 sio 4 طلعت 0 يبقى ترتيبك هيمشي ازاي هنا هنا زي ما كتبنا هيبقى اتش اف اوكي اتش أه اف ووراها على طول هتبقى الاتش سي ال وراها الاتش بي ار والاتش اي اكبر واحد طب ناخد التليفون الو 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 ايوه استاذ محمد ايوه اتفضل أه كنت انا كنت حضرتك انا اللي كلمتك على الواتس كنت عايز حضرتك تشرح لي اللي هي الخاصيه الحمضيه والقاعديه للمركبات الهيدروسيلية وقوه الاحماض الاكسجينيه طب احنا بنحلها اهو شفتها؟ لا ما طب بشوفها على البث المباشر بس هي هي دي الشرح بتاعهم ايوه يعني انت بتتصل في الوقت اللي انا بشرحها لك فيه ماشي تمام انت هتشوفها لسه على اليوتيوب؟ اه ماشي مفيش ما مشكله عيني ماشي. حاضر نعيدها تاني حاضر ماشي اتفضل يبقى احنا هنرجع تاني عشان أستاذنا الجميل ابننا العزيز تاني يبقى ده احنا حطيناها في أحماض أكسجينية طلع 3 أو لما ترسم ده الإس في النص هنا أو هنا أو أو وأو معاك هنا اتنين اتش يبقى هنا اتنين مش مرتبطين باتشات يبقى قوتك اتنين وهكذا وبالتالي لما أرجع بقى للترتيب بتاعي ده هيبقى أول واحد عندي هيبقى مين؟ هيبقى أول واحد اتش سي ال أو 4 أقوى حمض لأن عدد الأكسجين ثلاثة. وبعدين الـ H4SIO4 لا ده وراه يبقى h 2 H2SO4 وراه H3PO4 وراه H4SIO4 حمض البركلوريك والسلفوريك والأرثو فوسفوريك والسيليكونيك الأرثو سيليكون طيب تعالى دي مجموعة الهالوجينات بس حسب الميل الإلكتروني وأفكرك انت عندك هنا في اكسبشن موجود استثناء المجموعه اما بتيجي تعملها كده اف سي ال بي ار اي من اعلى لاسفل المفروض ان الميل الالكتروني بتاعك بي ال فوجئنا ان السي ال واحنا شرحناه بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت اكبر من الاف اكبر من البي ار اكبر من الاي فتخلي بالك لو جالك السؤال ده ترتيب ان السي ال بيسبق الاف في كميه الطاقه اللي خارجه منه طيب ده كان سؤال على الترتيب السؤال اللي بعده وصلني على الواتس اكتر من طالب بيتكلم على العلاقه ما بين رقم المستوى في الفصل الاولاني عدد المستويات الفرعيه الموجوده في المستوى نفسه وعدد الاوربيتالات وعدد الالكترونات هنجاوب مع بعض كده بسرعه هو موجود في الحلقات السابقه بس نجيبه له بسرعه عشان يبقى كده في حلقات المراجعه دايما يعني الطالب يفتكر خلاص الامتحانات قربت هبدا اذاكر بقى طب تعالى نراجع مع بعض بص يا سيدي ادي النور بتاعتك واحد اتنين تلاته اربعه ان هنا بتساوي واحد ان بتساوي اتنين ان بتساوي تلاته ان بتساوي اربعه اللي هي ال ام ان افتكر معايا هنا كان اس هنا اس بي هنا اس بي دي هنا اس بي دي اف مستر انت بتقول الكلام ده لغايه المستوى الرابع طب والخامس والسادس والسابع بينطبق عليها العلاقات الرياضيه بتاعه المستوى الرابع واتفقنا على الكلام دوت في الحلقات اللي فاتت واضح ليه قلنا ما بنبلاش الذره افقيا يعني ما بنبلاش الاس وبعدين الاس والبي بعد الاس والبي لا 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 لو تفتكر اللي بمشي اس اس بس بس يعني بمشي زجزاج تداخل مستويات اتفقنا عشان كان في طالبه كلمتنا على الحته دي بتقول لي لا ده المستوى السابع عندي في اس وبي يبقى هنا واحد وهنا ثلاثة يبقى عدد الاوربيتالات أربعة الكلام ده مش صح لأن ما أفقي إحنا اتفقنا إن هي متداخلة طيب نمشيها واحدة واحدة هقول لك N بواحد يبقى كم مستوى فرعي معاك هتقولي S واحدة أوربيتال واحد يتسع لاتنين الكترون الـ N باتنين. يبقى أنا هتكلم على ده عندي S وعندي B الاس اوربيتال واحد البي ثلاثة عددهم أربعة بيتسعوا لثمانية إلكترون الان بثلاثة اس بي دي الاوربيتال بتاع الاس اهو البي ثلاثة والدي معاك خمسة يبقى مجموع الاوربيتالات تسعة تتسع ل 18 الكترون. ال باربعه اللي هي دي عندك الاس والبي والدي والاف هتعملها واحد وثلاثة وخمسة وسبعة مجموعهم ستاشر أوربيتال يتسعوا لي 32 إلكترون طيب أنا في الجزئية دي لو عملنا بقى ربط بص يا سيدي لأن بكام واحد مستوى, فرع واحد. إن مستوي, إن مستوى فرعي واحد لأن باتنين مستويين فرعيين لأن بتلاتة تلات مستويات فرعية لأن باربعة اربع مستويات فرعية اذا عدد المستويات الفرعية هو ان يعني ايه ان يساوي رقم المستوى اللي موجود فيه تمام تعالى للده اوربيتال واحد ماشي كام اربعة ال ان ب3 تسعة ال ان باربعة ستاشر اربط دي بدي كده إيه دي ده 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 الباور بتاعها اللي هي الاس يعني معنى كده ان عدد الاوربيتال عباره عن ان باور 2 يعني ان اس 2 الثلاثه مرتبطه بكام بالتسعه الاربعه متصله ب 16 يبقى اذا عدد الاوربيتالات ان باور 2 طيب هنا 4 كام 8 9 18 16 32 ايه ده يبقى انت ضربت الرقم ده في 2 طب الرقم ده ان اس 2 يبقى الرقم الالكترونات كام 2 ان باور 2 يبقى انت كده العلاقه بين رقم المستوى عدد المستويات الفرعيه اللي موجوده في ان عدد الاوربيتالات بتاعتك ان باور 2 عدد الالكترونات 2 ان باور 2 اوكي okay. ده من ضمن الاسئله اللي اتطلبت كتير على جزئيه علاقه المستوى رقم المستوى الرئيسي بالمستويات الفرعيه والاوربيتالات اللي موجوده فيه. طيب تعالى ناخد السؤال اللي اتكرر اكتر من سنه بيعيدوا لي نفس السؤال ونعيده تاني. السؤال بيقول ايه بقى؟ بص يا سيدي عشان هنقف عند ده كتير قوي. اوجد عدد الالكترونات المفرده في ايون النيكل ان اي 28 موجب 2. اولا خلي بالك انا هوزعه توزيع عادي جدا كاني مش شايف دي 28 عباره عن ارجون 18 4 اس 2 3 دي 8 طيب دلوقتي هو بيقول لي يا مستر موجب 2 يعني فقد 2 صح لما هيفقد الاثنين هيفقدهم من دي ولا هيتفقد من دي لا هتفقدوا من الاس ليه الاس اقل طاقه من الدي وبالتالي الكترونات ال 4 اس تفقد اولا قبل ال 3 دي. هو الخارجي. وبالتالي لما يقول لي n i 28 موجب 2 يبقى 4 اس 0 المستوى الخارجي بعد الارجون و 3 دي 8 زي ما هي. ارسم لي ال 1 2 3 4 5 هتوزع فيها كام؟ 8 يبقى دي 1 2 3 أربعة خمسة وبعدين ترجع ست سبعة تمانية عدد الإلكترونيات المفردة كم دلوقتي؟ اتنين واضح؟ على نفس النهج ده في سؤال تاني موجود بيقول اكتب التوزيع الإلكتروني لكل من أو تمانية أو تمانية سالب واحد أو تمانية موجب واحد ثم حدد موقع العنصر في الجدول طب هبدأ بده هقول 1s2 2s2 2B4 ده مين؟ ده الـ 0 يعني ايه 0 الذرة المتعادلة طب ايه دي؟ او سالب واحد؟ اه يعني ايه سالب واحد؟ يعني اكتسب واحد يبقى عدد الالكترونات في المستوى الاخير بتاعك زاد واحد يبقى الـ O8 سالب واحد هزود واحد يبقى 1S2 2S2 2B5 طب وده اخبار ده ايه؟ لا موجب واحد مثلا يعني فقد واحد يبقى او 8 موجب 1 هوزع سبعه مش هوزع 8 يبقى 1 اس 2 S2. 2 اس 2 2 بي 3 اوكي؟ طب بيقول لي حدد موقع العنصر في الجدول الدوري اختار مين فيهم؟ لا اختار ايه؟ ده العنصر اهو الايونات دي حاله من حالات العنصر ما اقدرش اقرب لها وبالتالي العنصر اللي هتكلم على ده يبقى انا هتكلم على التوزيع ده كام دي؟ 2 يبقى الدوره الثانيه اجمع دول 4 و2 كام؟ 6 يبقى المجموعة 6 ايه؟ خلاص؟ طيب ده كان بالنسبة للتوزيع الإلكتروني في الفصل الأول. سؤال تاني وصل لنا بيقول وضح بالمعادلات كيف تحصل على خرسينات الصوديوم اللي هي الزنكات من أكسيد الصوديوم. هنا في السؤال ده بيعلمك بقى إن أنت تبدأ تلعب بالمعادلات، يعني ما أقدرش أجيب مش من معادلة واحدة، لا أكتر من معادلة بتطلع لك الناتج بتاعك. خرسانات الصوديوم من اكسيد الصوديوم طب اكسيد الصوديوم عباره عن ان اي 2 او هتعمل ايه ولا هدوبه الاول في الميه لما يدوب في الميه هيديك 2 ان اي او اتش اداني هيدروكسيد الصوديوم واضح طيب الوزن مظبوط ليه 2 ان اي 2 ان اي اتش 2 ادي 2 اتش او او 2 او خلاص خرصينات الصوديوم بتيجي منين؟ بتيجي من تفاعل اكسيد الزنك اللي هو الاكسيد المتردد مع الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم ودي المعادله اللي بتثبت ان ده حامضي. طيب ايه الرمز بتاعك؟ انا اساسي معايا ميه. وبعدين ان 2 زد ان او 2 هي دي الماده اللي هو عايزها. طيب اتفقنا؟ ماشي اثبت بالمعادلات ان اكسيد الزنك او الخرصين هو اكسيد متردد. كلمه متردد ادي واحده منهم ان هو بيتفاعل مع القاعده ويديني ملح زائد ميه يبقى المعادله دي بتثبت ان حمضي طب عايزين نثبت ان هو قاعدي خلاص يبقى الزنك اوكسيد او اكسيد الزنك مع حمض مع H2SO4 بيديني ZnSO4 زائد, زائد ال H2O اوكي دي كان من ضمن المعادلات اللي كانت مطلوبه عندك طبعا في عندك معادلات كتير تخلي بالك منها ان المعادلات ديت اساسي في الامتحانات يقول لك وضح بالمعادله ذوبان ثاني اكسيد الكربون في الماء بيثبت ان هو حامضي ثالث اكسيد الكبريت في الماء اي اكسيد لا فلز في الميه بيديك حامض حطها في دماغك كده كويس قوي طيب الاسئله اللي جايه بعد كده بقى تعالى ليها وده اهم سؤال عندي النهارده ده اللي بيشيل اللبس في كتير جدا من الطلبه واعين فيه التوزيع الالكتروني تحديد الدوره والمجموعه تحديد اعداد الكم الاربعه لاخر الكترون تحديد نوع العنصر واهم التركات في الجزئيه دي تعال نشوف الجدول دوت بيقول ايه ونشتغل عليه بص يا سيدي السؤال بيقول اكمل الجدول التالي ايه اللي عندك عندك اللانسانم 57 مطلوب لك توزيع الكتروني مطلوب منك اعداد الكم الاربعه مطلوب الدوره مطلوب المجموعه ومطلوب النوع اوكي طيب تعال نشتغل لللسان يتوزع ازاي هقدر استخدم على طول طريقه الغازات الخامله اقول اكس اي 54 6 اس 2 5 دي 1 ودي اول تريك عندي المفروض بعد ال 6 اس 4 اف وانا علمتك لو فاضل عندك الكترون واحد يتحط في الدي طب الكترونين واحد في الدي وواحد في الاف طب ثلاثه واحد في الدي واثنين في الاف يبقى اذا غصب عني وعنك الدي بياخد واحد قبل الاف طب ما كده الاف مش موجوده يبقى العنصر ده تبع ده؟ لا وده كان سالنا فيه احد الزملاء وقلنا فيه ان هل يعتبر الإنسان من ده؟ نهائي اللانثانم كده من العناصر الانتقاليه الرئيسيه والسلسله الثالثه زي ما هنشوف ليه انتهى في ال5 دي يبقى ده عنصر ايه نوعه هو انتقالي رئيسي سلسله ثالثه دي اول نقطه طيب تعالى ايه دي يبقى الدورة بتاعته الست يبقى الدورة رقم ستة المجموعة اجمع الاتنين دول على بعض يبقى المجموعة 3 بي اشمعنى بي ده عنصر انتقالي يا ماستر طب انا هشتغل على مين عشان اوجد الاربع اعداد الكم هشتغل على ال5 دي 1 يبقى الان بكام؟ 5 الدي اللي بتاعتها بكام؟ ب2 وهتبدا ترسم الدي عشان توجد لي الواحد هتطلع لك اللي, اللي بسالب 2 والام اس بموجب نص ناخد تليفون ادري الو 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 الو, ألو؟ ايوه يا ادري ازاي الله يسلمك كنت عايز بس عندي سؤال في ها بيقول لي ما العدد الذري للعنصر الذي اعداد الكم التالية كامل سمعة ها ادري الو قول ما العدد الذري؟ للعنصر الذي اعددت الكم اعددت التالي التاليه له؟ الإن بكام؟ الإن بـ 2 والإل؟ بـ1 الإم ال؟ بموجب بـ1 الإم اس؟ الإن بـ2 الإم اس بكام ياه؟ الإم والإل بـ1 الإم يا ولا الإم اس بموجب نص أيوة كده خلاص؟ بموجب نص معايا؟ نص خلاص كتبت والله موجة بنص ركز بقى في سؤال تاني ولا هو ده؟ لا هو ده بس طيب بص يا سيدي ال ان باتنين يبقى تو ال افكرك يا قادر ال ال صفر واحد اتنين تلاتة الصفر معناه اس الواحد بي الاتنين دي التلاتة اف بما انها واحد يبقى إذن بي اللي هي دي تمام؟ ترسم ال بي سالب واحد زيرو موجب واحد طب انت انتهيت فين؟ قال لك ال موجب واحد يبقى انت انتهيت هنا موجب نص يبقى الكترون واحد لفوق يبقى انت عديت هنا الاول يبقى اذا كم الكترون؟ 3 واضح؟ يبقى 2 بي كام؟ هتقول لي 2 بي 3 طب هات لي اللي قبليه يبقى انت هتوزع ازاي؟ هتقول لي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3 ده اللي انا وصلت له اجمع 2 و 2 4 و 3 7 يبقى العدد الذري بتاعك 7 يا ادري خلاص ده كان سؤال ادري نرجع تاني للجزء بتاعنا طيب هنا هنخش على الكوبالت كوبالت توزيعه عادي جدا هيبقى ارجون 18 18 4s2 3d كام 3d 7 ماشي عنصر ايه هتقول انتقالي رئيسي سلسله كام سلسله اولى طيب تعالى نوجد الدوره دي كام 4 يبقى الدوره الرابعه المجموعه 2 و7 كام 2 و7 9 هو في عندي 9 ب لا ما عنديش بس افكرك بقى بحته موقع الدي في الجدول كان شغلها ايه الدي بتاعتك متقسمه لثلاث اجزاء لو حصل الجمع 3 4 5 6 7 ما فيش مشكله عندك كان المجموعه 3 بي 4 بي وهكذا تحط حرف البي جنبها لو كان حاصل الجمع 8 و9 و10 دي مجموعه مميزه اسمها المجموعه الثامنه لو حصل الجمع بتاعك 11 او 12 11 1 بي 12 2 بي فكرك دي بالحته دي طب هنا التريك فين التريك في دي ايه 2 زائد 7 كام 9 يبقى المجموعه بتاعتك الثامنه اوكي هات لي الان اه نيجي بقى في الحته دي الان على مين كتير جدا جالي من اسئله من الطلبه يا مستر انا دلوقتي لما اجي اجيب الان هل هجيبها على ال4 اس ولا هجيبها على ال3 دي ناس كتير بيقولوا لنا ال4 اس اجيب الان باربعه وبعد كده اشتغل على دي الكلام ده غلط بص يا ولاد كده 4S 2 3D 7 نمشي مع بعض واحدة واحدة أنا طالب إيه؟ السؤال دايما بيجي لك أكتب هكتب إيه؟ أعداد الكم الأربعة لاخر الكترون تم توزيعه. ما قالكش اخر الكترون خارجي. لو خارجي هشتغل على دي وساعتها جميع العناصر هتتساوى مع بعضها العناصر الانتقاليه فاعداد الكم هتبقى كلها زي بعض. انما اعداد الكم الاربعه لاخر الكترون تم ايه؟ توزيعه، يعني ايه تم توزيعه؟ يعني رسمته بايديك جوه الاوربيتال. طب انا دلوقتي السبعه انا 4 4S2 2 انا اخر حاجه نهايه ده يبقى انا هشتغل على ال 3 دي 7 طب ارسمها 1 2 3 4 5 سالب 2 سالب 1 0 موجب 1 موجب 2 وزع 7 ادي 1 2 3 4 5 6 السابع اهو طب هات لي ال ان استنى هل هاخد بقى ال ان ب 3 ولا اخد ال ان ب 4 الكلام ده بالصح قلنا هنشتغل على السري دي يبقى الان بتاعتك بتلاتة ما الان تاخد الان باربعة لا انا عمري ما اخد الان باربعة في لبس كتير جدا يا جماعة ما بين الدورة والمجموعة واعداد الكم لو هتكلم على دورة يبقى هاخد هنا الدورة باربعة مجموعة هجمع زي ما خدناها من شوية انما اعداد الكم الاربعة بنقررها للمرة المليون لاخر الكترون تم توزيعه ورسمته بايديك داخل الاوربيتال يبقى الان بكام بتلاتة ماشي ال ال انت في الدي ب2 الام ال بتاعتك ايه نظامها؟ الام ال هنا انت انتهيت في ايه؟ انتهيت في سالب 1 يبقى في سالب 1. اوكي؟ طب الام اس بسالب نص. فهمنا الجزئيه دي؟ نكملها هنا مع بعض يبقى ال ان بتاعتي هتبقى 4 ال ال بتاعتي هتبقى ب2 سوري ال ان هنا هتبقى ب3 ال ال ب2 الام ال زي ما طلعناها بسالب 1 و الام اس هتبقى بسالب نص واضح ده بالنسبه للكوبلت طيب الجزئيه دي الهيليا بقى ايه قصتك في الهيليوم الهيليوم التوزيع الالكتروني هتقول لي 1 اس 2 طيب ماشي المشكله فيه النوع ايه هتقول غاز خامل طب الدوره هتقولي الاولى عشان ال طب المجموعه هتقولي المجموعه الصفريه او المجموعة رقم 18 في الجدول اذا ده مستر ده هنا اتنين اه ما هو كامل وبما انه غاز كامل بيتحط في المجموعة دي طب الان بتاعتك بكام هتقول الان بواحد ال ال بزيرو زيرو بما انهم اتنين هيبقى سالب نص اوكي كده السؤال ده خلي بالك منه كويس قوي وزلنا اللبس كده او شلنا الاختلاف اللي موجود دايما ما بين الطلاب على الجزئيه دي طيب ناخد السؤال اللي جاي بقى اهم ودي كده بالنسبه لك الاكسده والاختزال اسئله كتير جت عليها هرجع لك بسرعه على موضوع الاكسده والاختزال اهم ما يميز العناصر بتحفظه ازاي انا جايبها لك في جدول كده تعالى نبص عليه مع بعض اولا زي ما انت شايف كده في الجدول بنقول فيه كالتالي ان في جدول خاص بالعناصر يعني ايه خاص بالعناصر يعني انت لو بصيت كده هتلاقي المجموعة 1 اي عدد تاكسدها زائد واحد طب مين اهم العناصر اتش ال ان اي كي e, المجموعه 2A موجب 2 ام جي وسي اي والبريليوم المجموعه 3A باست 3 اللي هي موجب 3 اي ال والبورون 4A و5A متغيره وبيطلب منك حسابها لو جت مع المجموعه دي بتطلع بالموجب لو جت مع المجموعه دي بتطلع لك بالسالب طيب 6A مين؟ سالب 2 الاكسجين 7A خلي بالك العنصر الوحيد اللي هيثبت عند سالب 1 هو الفلورين ليه؟ اعلى سالبيه كهربيه السي ال والبي ار والاي وال بسالب واحد ولكن اذا اتحدت مع الاكسجين بتقلب بالموجب خلي بالك يبقى عدد اكسدتها مع الاكسجين بيقلب موجب ليه الاكسجين اعلى في السلبية الكهربية خلاص طب ايه اللي تحت دول دي المجموعات الذريه اللي هي بتكافؤاتها بتساعدنا اثناء الشغل طيب دي بالنسبه لك تخلي بالك منها كويس قوي هنبدا نحل عليها مسائل اول مساله بتقول ايه وبساله بنسميها كده خلي بالك قوي انت بتعرف تكتب رمز كيميائي صح ولا لا ازاي نبص على المساله دي مسألة بتقول ايه سي او زائد 2 اتش بوزيتيف 2 موجب سي او موجب 2 زائد اتش 2 طلبه كتير وقعت فيها قال لك سي او ده اللي هو اول اكسيد الكربون لا خلي بالك لو انت كتبت سي او بنفس الوسط بنفس الحجم يبقى ده اول اكسيد الكربون لما تكتب لي سي ده الكوبالت فهمتني؟ خلي بالك من الجزئيه دي قوي. يبقى ده عنصر الكوبالت؟ اه. يبقى كتابه الرمز لازم تتعلم اساسياته. الحرف الاول كابيتال، الحرف الثاني سمول يبقى ده رمز العنصر واحد. الاثنين على نفس المستوى من الكتابه يبقى انت بتتكلم في مركب. طيب خلاص ده بقى ان عنصر لوحده يبقى بصفر. بعد السهم ايه؟ موجب اثنين خلاص. العدد كده ايه؟ زاد يبقى دي عمليه اكسده. وبنحفظها بتوع اللغات بنقول له ايه؟ ما تنساش جمله ليو. ايه ليو؟ ليو معناها لوزنج يعني فقد الكترون اكسديشن يعني اكسده طيب تعالى للجزء الثاني هنا 2H بو... ده انا ليه دعوه 2 دي اتفقنا بلغيها هنا H بوزيتيف اتحولت لي H 0 يبقى انت هنا من الموجب للصفر ال اه ال يبقى انت كده الاتش كان موجب اتحول لH2 0 يبقى من موجب 1 لصفر يقل تعمل ايه؟ تقول لي جير جين الكترون ريدكشن يعني اكتساب الكترونات اختزال والعامل عكس العمليه يعني ايه العامل عكس العمليه؟ ده حصل له اكسده يبقى عامل مختزل ده حصل له اختزال يبقى عامل مؤاكس وهكذا اتفقنا؟ طب ناخد المعادله الثانيه هنا بيقول ايه؟ 2 ان اي ان او 3 2 ان اي ان او 2 بلس او 2 الاثنين بتتلغي وببدا اشتغل هو هنا حدد حاجه لا هو ما هو هنا هيعتمد على اللي معاك عوض بيه واللي مش معاك طلعه ال ايه في الجدول اه بموجب واحد الاو بسالب اتنين في تلاته بسالب ست يبقى ال بتاعتك هتطلع بموجب خمسه عشان مجموع الشحنات يساوي صفر يبقى ال بتاعتك هنا بموجب خمسه ماشي احسبها لي هنا ال ايه في الجدول بموجب واحد سالب 2 في 2 بسالب 4. يبقى وانت مغمض دي موجب 3. عشان مجموع الشحنات بصفر. يبقى الـ N هنا بموجب 3. قلت ولا زادت؟ هتقول لي قلت، يبقى دي عملية اختزال. اوكي؟ طب مستر الأكسجين هنا أخباره إيه؟ الأكسجين عادي جدا، الأكسجين هنا بسالب 2 طالع لك بزيرو. ده قل ولا زاد؟ لا زاد طبعا، يبقى دي عملية إيه؟ أكسدة. ده فعلاً؟ في المعادلة دي. خلاص ده كان سؤال مباشر على الأكسدة والاختزال وبنتعامل معاه في سؤال عجبني جدا وصل لنا على الجروب أحب اللي أنا أعرضه للكل ليه حلو بيبين أنت فاهم أكسدة واختزال ولا لا تعال نشوف السؤال ده السؤال بيقول احسب إن في التفاعل التالي احسب إن إيه إن دي عدد الإلكترونات اللي موجودة اللي هي دي S بلس 6 يعني الكبريت موجب 6 ماله؟ اتحول للكبريت سالب اتنين. ايه العلامه دي؟ ده اكتسب اكتسب كام الكترون؟ هو ده السؤال. نمشيها واحده واحده، هو كان فاقد ست عشان يوصل لسالب اتنين مرة بمرحلتين. المرحلة الأولى اكتسب ست الكترونات اتحول لس اس زيرو. يعني ايه اس زيرو؟ يعني ذرة متعادلة. يعني هو كان فاقد ست لما يكتسب، أنت عرفت منين أنه اكتسب؟ كاتب لك هنا زائد. تمام. يبقى زائد زائد كام؟ اكيد زائد ست الكترونات عشان يرجع للاس ما كان فاقد سته رجعنا له ستة بقى متعادل عشان يوصل لدي من اس زيرو لاس سالب اتنين يبقى اكتسب اتنين كمان مجموع الاتنين كام؟ تمن الكترونات يبقى مستر الان هنا بثمانية ادي اول واحده طب تعالى للتانيه احلى ايه قصتك فيها؟ تو بي ار سالب ماشي ناقص اتنين الكترون اتنين الكترون ناقص ان الكترون نق... ايه ناقص دي يعني فقد يبقى بي ار سالب ده كان ايون سالب مع الكترونات زياده اتنين بي ار يعني ايه يعني بي ار سالب وبي ار سالب اوكي كل واحد فيهم مع الكترون زياده انه يتحول لبي ار زيرو وبي ار زيرو يبقى ده فقد الالكترون عشان يتحول لصفر وده فقد الالكترون عشان يتحول لصفر الاثنين دول اتحدوا مع بعض كون لي البي ار 2 يبقى هما الاثنين دول فقدوا كم الكترون اتنين. يبقى لإن هنا يا مستر ب واضح طب تعالى لي في اللي جايه بقى بيقول في التفاعل التالي كروم زائد 3 تفاعل مع الالومنيوم اداني كروم زيرو والالومنيوم زائد زي 3 ايه قصتك فيه بيقول لك تنتقل الالكترونات من إلى. انتقلت منين لمين؟ منتهى البساطة. الكروم هنا كان زائد تلاتة، باقي إيه؟ بقى صفر. صفر يعني إيه؟ ده فقد ولا اكتسب؟ هو كان فاقد تلاتة بقى صفر، هي بصر ده اكتسب، اكتسب, اكتسب 3. إيه؟ اكتسب تلاتة. طب جابهم منين؟ أكيد جابهم من الذرة اللي جنبه. طب الألمونيوم كان إيه؟ اللي زيرو. وصل لمين؟ وصل اللي اللي بجابت يعني فقد تلاتة. يبقى انتقلت الالكترونات منين؟ انتقلت من ذرة الالومنيوم لايون الكروم عشان السؤال دوت جالنا اختيارات اوكي يبقى تنتقل الالكترونات من ذره الالومنيوم لايون الكروم زائد ثلاثة عشان يتحول لكروم زيرو تمام ده كان سؤال على الاكسده والاختزال واهم الاسئله اللي بتشتغل عليها هنرجع بقى للفصل الاولاني مره ثانيه ونخش على مساله جات لنا برضو على الجروب بتكلم على طول الرابطه نشوف المساله بتقول ايه بص يا سيدي إذا كان طول الرابطة في جزيء النشادر واحد أنجستروم. طب يعني هو كده اداك طول الرابطة في جزيء النشادر. أفكرك أي أرقام في المركب أنت ما لكش دعوة بيها. إن اتش 3 ماليش دعوة بالـ 3 ليه دعوة بالـ N مع الاتش. اتش 2 O يبقى الاتش مع الـ O ماليش دعوة بالـ 2 وهكذا. طب تعالوا نشوف المسألة مع بعض. إذا كان طول الرابطة في جزيء النشادر بيساوي 1 أنجستروم وفي جزيء الهيدروجين 0.6 أنجستروم وفي جزيء h 2 O مديني 0.96 انجستروم احسب طول الرابطه في جزئين ان او -NO. زي ما علمتك امشي واحده واحده ان اتش 3 يعني الN مع الاتش باشا دي ما جاتش طيب كام؟ قال لك 1 انجستروم في جزئي يعني h 2 يعني الH مع الH كام؟ 0.6 معنى كده انك تقدر تقسم دي طبعا يا مستر اقسمها بمنتهى البساطه ليه؟ الاثنين متماثلين يبقى هنا 0.3 هنا 0.3 يبقى الاتش بتاعتك هنا 0.3 انت جبت الاتش كده خلاص اوريدي وفي جزء الماء ميه ماشي خليني معاك ميه يعني اتش مع او كام؟ او بوينت كام؟ 96 ثواني مش الاتش دي هي دي؟ اه تقدر تعوض بيها؟ اقدر اعوض بيها هنا 0.3 من هنا اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الجزء اللي جاي دوت اللي هو الاو ماشي خلاص يا عم هات الاو طب جبنا الاو كام كده هيطلع 0.66 انجستروم اتفقنا احسب طول الرابطه في جزيء ال ان او ماشي ادي ال ان او الأو انت جبتها بكام الأو انت جبتها ب 0.66 طب انا ممكن اعمل هنا ماينس لان اذا واحد يطلع لي 0.7 بتاعة النيتروجين اه واعوض بيها هنا يبقى هنا 0.7 بتاعه النيتروجين تجمع الاثنين على بعض يطلع لك الناتج بتاعك بالأنجستروم اتفقنا ده كان مساله مباشره على طول الرابطه وازاي تحل عليها السؤال الثاني دايما المرتبط بطول الرابطه يجي لك اي الروابط التاليه اقصر وايهما اطول مع التعليل تعال نشوف السؤال ده مع بعض وفي مركبين مهمين جدا بيقولنا كتير جدا تعال نشوف السؤال بيقول ايهما اقصر في طول الرابطه مع التعليل اف اي سي ال 2 ولا اف اي سي ال 3 وسي ار 2 او 3 وسي ار او كويس للوهله الاولى الطالب يفتكر ان ما فيش حد اقصر بالتاني مستر ده اف اي وده سي ال لا ده هنا دخل كذا حاجه في بعض تخلي بالك اول حاجه هتمسك الاف اي سي ال 2 هتقول لي ايه احسب لي عدد الاكسده هنا بتاعه الاير عدد اكسده في طول رابطه طبعا وهتعرف ليه الس ال بسالب واحد في اتنين بسالب اتنين يبقى الحديد بموجب اتنين يبقى الحديد اللي معايا مستر موجب اتنين هنا في الرابطة دي لما اتحد مع السي ال احسبوا لي ناحية التانية سالب واحد في تلاتة بسالب تلاتة حديد يبقى موجب تلاتة يبقى الحديد هنا يا مستر اللي معايا في الرابطة دي موجب تلاتة مع السي ال مستر انت قصرتها ليه؟ لأن هي فعلا أقصر اشمعنى؟ هنرجع بقى لحته الايون الموجب لما بيتفقد الذره لما بتفقد ايونها الموجب اقصر ولا لا؟ الحديد اف اي زيرو دي الذره المتعادله. لما يفقد اثنين الكترون الجذب بيزيد على الالكترونات الخارجيه فيقل نصف القطر. يبقى اف اي موجب اثنين مالها؟ اكبر من لا اصغر من الاف اي زيرو. طب هنا موجب ثلاثه. يعني فقط ثلاثة يعني قوة الجذب زادت على اللي موجود أكتر فالحجم يقل أكتر طول الرابطة يقل يبقى هنا هتقول لي يا بستر الـ FECL3 أقصر من الـ FECL2 بسبب إيه السبب؟ فسر بقى هتقول لي FE موجب ثلاثة فقد ثلاث إلكترونات ولذلك زادت قوه الجذب المؤثرة للنواة على الإلكترونات الخارجية وبعدين اللي حصل؟ ما دام زادت على الإلكترونات الخارجية يقل الحجم وتقل طول الرابطة عن الف FE موجب 2 اللي فقط أقل بنفس الطريقة هتحلي لي دي كده وهستنى منك الإجابة بتاعتها على الواتس واضح؟ طيب أدي أسئلة وصلت لنا كتير وحليناها اسئلتنا احنا, احنا ايه بقى ايه اهم حاجة نقدر نراجع عليها في موضوع الفصل الاول وبعدين هنتكلم فيها طيب في اه الفصل الاولاني يعني. تاخد بالك كويس قوي من سؤال ماذا تستنتج من التالي تعال نشوفه كده مع بعض قبل ما نختم السؤال بيقول ماذا تستنتج من التالي تستنتج ايه؟ اول حاجه تأثر اشعه المهبط بالمجالين الكهربي والمغناطيسي. اتنين اتجاه اشعه الفا عكس اشعه المهبط داخل المجالين الكهربي والمغناطيسي المجال الكهربي زي ما انت فاكر كان عامل كده لو رجعت الحلقات الاولانيه هتشوفها قلت لك عايز تعدي اي حاجه المجال الكهربي اللي هي المنطقه دي لو عديت هنا اشعه المهبط هتتفاجئ بيها انحرفت هنا طب ليه انحرفت عشان هي سالبة الشحنه يبقى اذا لما تتاثر تستنتج من ايه انها اتاثرت ان هي جسيمات مشحونه نوع شحنتها ايه كمان سالبه ما تنساش طب الفا ليه عكس اشعه المهبط بما انك عندك مجال كهربي بالمنظر ده لو حد دخل هنا جسيم دخل وانحرف كده يبقى هو سالب، طب اللي هيعكس اتجاهه يبقى ايه؟ هيبقى موجب هتقولي ان الفا موجبه والاشعه بتاعتك سالبه. بنهايه السؤال دوت نكون انتهينا من اول حلقات المراجعه النهارده جاوبنا على اسئله كتير ليكم نتمنى ان احنا نكون فدناكم هنستنى استفساراتكم لو في اي سؤال هتبعته زي ما اتفقنا. ونشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات القادمه السلام عليكم ورحمه الله.